فيما تواصل القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبي معاركها لتحرير ما تبقى من مدينة الموصل، تواصل العتبة الحسينية تقديم مختلف أشكال الدعم لعمليات التحرير، لكن الدعم هذه المرة أخذ طابعا فنيا، إذ نظمت شعبة الفن الحسيني في العتبة الحسينية معرضا فنيا يجسد بطولات وتضحيات القوات الأمنية والحشد الشعبي. هذا المعرض لهذا اليوم يقام لمدة 10 أيام في منطقة بين الحرمين من قبل شعبة الفن الحسيني التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. تمثلت هذه اللوحات بالاستجابة للفتوى التاريخية، فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وكيفية الاستجابة. معاناة العراقيين إبان حكم النظام الصدامي كانت حاضرة في اللوحات الفنية المشاركة في المعرض. كان من إطلالات هذا المعرض أنه جسد بالمعاناة العظيمة التي مر بها المواطن العراقي بجميع أطيافه ومذابه، لا سيما الموالي لآل البيت، وما لاقاه في ظلمات أروقة السجون للنظام البائد السابق من تعسف ومن اضطهاد، مما شكل قصصا وروايات كثيرة جدا تحتاج إلى توثيق ثقافي لها، لأنها عبارة عن منظومة متكاملة من القيم الإنسانية النضالية. مواطنون أكدوا أن أهمية المعرض تكمن في توثيق التضحيات التي قدمها العراقيون في التصدي لعصابات داعش الإرهابية. المعرض جميل، يعني وضح التاريخ العراقي القديم والحاضر، ووضح شلون صارت الحشد الشعبي عندما نادى السيد السيستاني حفظه الله ودام ظله، وشلون فزع الشعب العراقي من الجنوب إلى الشمال وحرر المناطق المغتصبة من قبل داعش الإجرامي. ونفس الوقت هو يوضح لنا شلون كان في حزب البعث كان طاغية وكان ظالم، وكان ماكو سلطة، يعني ماكو سلطة للدين، ويسمح للدين أن يعطي جهاده ويعطي تضحية، يعطي نداء للشعب العراقي ويحرر الشعب العراقي من ذاك الظلم. تضحيات على مدار عقود من الزمن جسدتها فرشاة رسام لتقول للحشد الشعبي والقوات الأمنية أننا معكم وبكم انتصرنا. من كربلاء المقدسة، صديق الزريجاوي لقناة العتبة الحسينية المقدسة.